مساء النور، مساء الخير لكم مشاهدي قناة شوف تي في. مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة خريبكة مباشرة مع أختكم نادية. رمضان أكيد هذا العام كندوزوه في الدار، محترمين الحجر الصحي. بغيت نعرف خوتي كيفاش دوزوا اليوم الثاني من رمضان، شاركونا قصصكم. مرحبا بكم خوتي. رقم الهاتف اللي بغيت يتواصل معنا 06 69 75 80 96. مرحبا باتصالاتكم، مرحبا بعائلتي التانية. رمضان كريم، مساء الأنوار، مساء النور عليكم خوتي. مرحبا، السلام عليكم. صلاح، صلاح، عليكم السلام خويا، كيف الحال؟ الحمد لله، يا ربي لك الحمد، واللي نعرفكم بخير وعلى خير. أول اتصال، مرحبا. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا خويا، مرحبا بك. إذا أختي نادية لاباس عليك، هانية. الحمد لله خويا، بارك الله فيك، الله يحفظك ليا. اسمي واسم الناس كاملين، كنبغي نشكرك على العمل اللي كتقومي به في مدينة خريبكة ولصالح أبناء الفقراء ديال مدينة خريبكة. الله يحفظك ليا خويا، وهذا واجب خويا، هذا واجب. كنشكرك، كنشكرك خصني من اعماق القلب وحق الله العظيم. الى بزاف ديال الحوايج في مدينه خريبكه من نهار دخلت لها، اقسم بالله. الله يحفظك خويا، شرفنا باسمك وكتبعنا مدينه خريبكه. اختي انا من مدينه خريبكه، انا احد الشباب اللي دايرين واحد الحمله تطوعيه كنتسخروا للناس معك جلال. جلال، اهلا وسهلا جلال. اهلا اختي العزيزه. كيداير خويا؟ بخير، لاباس عليك. الله يحفظك، الله يحفظك اختي، بارك الله فيك. الله يحفظكم ليا خويا، لله يخطيك. مازالين تبارك الله يعني في هذه الحمله، يعني مازالين حتى في هذا الشهر الكريم. مازالين اختي خدامين، وحنا عاطين وعد للناس ديال خريبكه اننا نبقاو معاهم حتى لاخر يوم في هذا الوباء. ما شاء الله عليكم خويا، وتبارك الله عليكم وعلى المبادره، يعني هذه البادره الطيبه اللي درتوا مع الساكنه ديال مدينتكم، مع الساكنه ديال مدينه خريبكه. تتقولي لهم جلسوا في الدار وحنا في الخدمه. تبارك الله عليكم. نحن في الخدمه اختي، عندنا واحد الغير على مدينه خريبكه، كنبغيو مدينتنا، كنبغيو ناسها. احنا في الخدمه ديالهم 24 ساعه على 24 ساعه، الارقام ديالنا مفتوحه 24 ساعه. اي واحد خاصة شي حاجه، سواء مواد غذائيه، سواء مواد صيدليه، اي حاجه نحن في الخدمه كندوها للناس في الباب ديالهم، في الباب دارهم، وبلا يعني بلا مقابل. تبارك الله، تبارك الله عليكم خويا جلال. دير اخويا تذكير بالنسبه لرقم الهاتف ديالكم بالنسبه للساكنه ديال مدينه خريبكه باش اللي يحتاجوكم. مرحبا اخي، الرقم ديالي هو 06 72 33 10 06. مرحبا، غادي ندير تذكير بالنسبه لرقم الهاتف 06 78 36 10 06. جلال تبارك الله عليكم، وتحيه لكل مجموعه ديالك. هذا المنبر كنبغي نقدم رمضان كريم للامه الاسلاميه كامله، وان شاء الله تكون هذه اخر الاحزان وما يخرج رمضان ان شاء الله حتى يختفي هذا الوباء مره. يا رب يا رب يا رب يا رب، امين خويا يا رب، والله يحفظكم لينا. شكرا لك، شكرا. بارك الله فيك اختي، تبارك الله عليك، تحيه ليك وتحيه للمجموعه. شكرا لك اختي، شكرا لك حسن انت اختي على هذا المجهود الكبير الكبير بزاف اللي كتقومي به، وعلى هذا الغير ديال مدينه خريبكه. واخا انت ماشي بنت مدينه خريبكه، ولكن راكي وليتي وحده منها. لا لا، دابا انا كنقول لكم ميدالتي يا خريبكيه، صافي. لينا الشرف، والله لينا الشرف تكوني معنا في مدينه خريبكه. الله يحفظكم ليا، الشرف ليا حتى انا يعني نكون كنتمي لهذه المدينه هذه اللي تبارك الله عليها، ناسها ابهروني بالتطوع ديالهم وبالتضامن ديالهم وبالخير والجود والكرم ما شاء الله على السكينه ديال مدينه خريبكه. الحمد لله اختي، الناس ديال خريبكه الناس الجود والكرم اختي، معروفه من زمان هذه القضيه. ما شاء الله عليكم. وكنوجه لهم كاملين تحيه الشكر وعرفان اي حاجه كيقوموا بها، سواء مادية سواء معنوية سواء غير بالدعوات ديالهم. وكنطلب من الله ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا تحدي رافعينه، باش ان شاء الله 15 في رمضان يكون اخر يوم ديال الوباء في خريبكة، يا ربي يا ربي يا ربي امين. ان شاء الله نبداو نشوفوا صفر حالة يا ربي ان شاء الله اختي. شكرا لكم بزاف. شكرا، شكرا لك خويا، رمضان كريم، الله يحفظكم. رمضان كريم. شكرا خويا، بارك الله فيك. نعم.
مرحبا خوتي، احنا مازلنا معكم على المباشر. مرحبا باتصالاتكم، مرحبا بتعاليقكم. عبد الرحيم اي تي شو، السلام عليكم. السلام خويا عبد الرحيم قنداوي، جمعيه خليط الاجتماعيه. مرحبا سي عبد الرحيم، وتحيه لجمعيه خليط الاجتماعيه اللي ديما حاضره في هذه الظروف هذه، في هذه الظرفيه هذه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سيدي. الو، السلام عليكم. مرحبا سيدي، عرفنا بنفسك. انت على المباشر مع قناة شوف تي في. مرحبا. معك جواد من مكناس. جواد، تحية سي جواد، تحية ليك وتحية للناس ديال مكناس. بارك الله فيك. مكة وناس ياك، تيقولوا لها مكة وناس. تبارك الله على خويا. كي كدوز النهار، كي دوزتي البارح واليوم، كاين شي بحال اليوم بحال البارح، ولا كاين شي خلقتي شي جو مختلف؟ ايوا شويه وصافي عادي، يعني راك عارفه مع هذا الجو ديال الحجر الصحي. ونعم، واخا الحجر الصحي اخويا، راه زعما كنتمناو اننا نخلقوا شي اجواء مختلفه يعني في الدار وهذا، باش ما نحسوش بالملل، وباش نقدروا نزيدوا نصبروا ونحترموا الحجر الصحي. ضروري. ما على بال وليدات كثيرين وليدات هما اللي كيخلقوا بزاف. بصح بصح، عندك وليدات خويا؟ عندك وليدات؟ عندي وليدات. الله يحفظهم لك. حاول تلعب معاهم شويه، عرفتي اش غدير؟ خصنا نتبرهشوا شويه معاهم ونلعبوا معاهم ونخرجوا من داك الجو ديال داك الاب الصعيب، ولا داك الاب اللي كان تيجي من الخدمه وتنقول لهم سكتوا خصو ينعس. لا دابا عرفتي شنو، مع دابا جالسين غير في الدار، حاول تلعب معاهم، تضحك معاهم، تفوج عليهم ويفوجوا عليك بجوج، تخلقوا واحد الجو في الدار. ورونوا شويه الدار لمولات الدار، باش تخليو لها تجمع حتى هي تلقى ما تشقى. الله يحفظكم خويا، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. بغيت نطرح واحد السؤال كان ممكن. مرحبا مرحبا خويا، مرحبا. انا واحد الانسان من الفقراء، يعني ما خدامش. اها، كاع انا فقراء تحت. تسنى ورحمه الله. وكاري. اها. والله اختي ما لقيت حتى نقول لك فكره. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما استفدتيش، ما استفدتيش لا من الضمان الاجتماعي ولا الرميد ولا هذا الدعم هذا يعني اللي ديال كيف ديال الاخر مع الاخرين. نعم. هذيك اجرهم فرقنا. نعم. انت عارفه. نعم. الله عطيت 500 درهم من مول الكرا. مول الكرا ما دارش شي مبادره حتى هو يقول لك نسمح لك في الكرا في هذه الظروف هذه. عطيتو 500 وقال كيسالني 200 درهم، قلت له معاك انت ومول الحانوت. كاري ب 700 درهم. كيسالني 200 درهم. لا لا. المهم ماشي مشكل هذا، علاش بغيت نسول. كنا دخلنا في ديك سميتو ديال ديال البلدية. نعم نعم، ما استفدتيش؟ ما استفدتش، مالين الديور عطاوهم. اها، وحنا ما عطاوناش. يعني كتشوف بان نعم، يعني كتشوف بان الطريقه باش كيفرقوا، كتشوف بانها ماشي عادله، كيعطيو لواحد اللي عنده اللي محتاج ما مازال ما وصلاتوش. لا نهائي نهائيا ما وصلتناش. شي جمعيه، دوك الجمعيات حتى هما تبارك الله زعما راه داروا القفو، خصوصا شفتنا في مكناس مع كاينه الزميله يعني ديالنا تمايا، وشفتنا انها حضرت غطات اكثر من مره جمعيات وشباب متطوعين اللي تيديروا مع المحسنين هذوك القفوات. ما وصلتك القفو لا من الجمعيه لا من السلطه نهائيا؟ لا لا، شي تواصل مع شي جمعيه. وكنتمناو هذا مقسم. كنت عطيتو ديك النهار ياك فوتوكوبي ديال لاكارت. اها، وشدهم دارهم في جيبو، والله اعلم شنو دار بهم، الله اعلم. شنو كنتي كتخدم قبل اخويا، قبل هاد الجائحة هادي؟ كي حمل في لاكري. نعم، فاش؟ الاطفال في مدرسة نظر. ما سمعتكش مزيان خويا، فاش كنتي خدام؟ حماس لاكري، يعني طالب معاك. يعني المقدم راه ادرى بظروفك وعارفك زعما بان راك انت حماس غير ادرى ضروري. وكنتمنى خويا يعني من هذا المنبر هذا يعني كنوجهوا رسالتنا للسلطه المحليه، تحاول تعرف فين كتحط هذاك البون وتعطي للناس اللي محتاجين،
وهذاك المقدم او هذاك الشيخ راه هادشي تيبقى تقليد عليه، لانه هو اللي عارف الاسر اللي محتاجه. والله اختي ما عطاونا شي حاجه بالله، تصوري بنادم ما عنده تيطرد في الطلب ديالي يعطيه الوليدات والو. نعم اخي، ممكن تبغي تقول رقم الهاتف ديالك باش ربما تكون شي جمعيه تما في مكناس يكونوا دابا في الاستماع معنا، او كذلك السلطه يعني المساعده اللي خصصات الدوله، وهذا تيبقى لك انت اختياري الا بغيتي. اه ما كاين حتى شي مشكل. نعم هذا هو الرقم ديالك اللي كتصل بنا فيه دابا ياك. هو الرقم ديالي. هاد السيد مشاهدي قناه شوف تيفي، وخصوصا هاد الرساله موجهه لمدينه مكناس، يعني المسؤولين ديال مدينه مكناس، كذلك الجمعيات بمدينه مكناس اللي معروفه لكم حتى نتوما الجود والكرم، كي لدرجه ان تسموها مكه وناس. هاد السيد هذا كما كتشوفوا معنا راه محتاج وفي امس الحاجه لهذيك القفه، على الاقل تنقص عليه شويه هاد الغمه كما تنقولوا. رقم الهاتف ديالو 06 77 09 97 13. أعيد 06 77 09 97 13. الله يجازيكم بخير. كنتمنى هذا الميساج هذا وهذا رقم الهاتف يوصل للساكنه ديال مدينه مكناس، او الجمعيات اللي في مدينه مكناس، او محسنين مدينه مكناس، او كذلك المقدم والشيخ والقايد، يعني كل شيء مسؤول كانت عندهم البون، ولا كان عندهم حتى السلطه عندهم البون ولا عندهم قفه باش يقدروا يساعدوا هذا السيد هذا، فهو راه من الناس اللي محتاجين. نتمنى سيدي يكون خير. شكرا لكم بزاف. الله يبارك فيك سيدي والله يفاجئها عليك. الله يبارك فيك سيدي البرنامج ديالك اليوم فيه كتعجبني بزاف هكا البرامج ديالها. مرحبا مرحبا خويا، مرحبا سيدي، مرحبا. الله يفاجئها عليك والله يسخر لك العباد ديالو يا ربي باش تفاجئ عليك. هادشي كنقول كنتحمل المسؤوليه ديالو في المسجد. نعم خويا، واش كاين شي واحد اللي غادي يقول انا ما شديتش؟ هو راه لا اله الا الله. شوفوا واحد الناس عندهم وعاطينهم عندهم. نعم. وعاطينهم وانت اللي ما عندكش غير تاري، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يفاجئها، الله يفاجئها عليك اخويا، والله ييسر لك ويفتح لك من بابه الواسع يا رب. شكرا لك خويا ورمضان كريم، الله يحفظك لنا. شكرا. شكرا لك سيدي، شكرا لك سيدي. مازلنا معكم خوتي، مازلنا معكم على المباشر، مرحبا باتصالاتكم. احنا مباشره مع اختكم ناديه. الله يرفع علينا هذا البلاء يا رب. ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو. الحمد لله، الله يبارك فيك، كي داير خويا بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله، الله يبارك فيك. منين كتبعنا خويا؟ من بروكسل. بروكسل، مرحبا بخويا ومرحبا بالناس ديال بروكسل، تحية ليك من بلدك المغرب حتى لبروكسل خويا، ان شاء الله توصلك التحية وتلقاك بألف ألف خير ان شاء الله يا رب. ايه نعم، حنا متبعين الاجواء ديال المغرب وعاجبنا داكشي اللي دايرين مزيان زعما. مرحبا خويا بتجي عندكم. مزيان عندكم تبارك الله. الله يبارك فيك خويا والله يجيبك لبلادك بخير وعلى خير يا ربي. كي داير الاجواء عندكم؟ حيد الصوت. ايوا كندعو. كي داير الاجواء؟ كيفاش دوزتي البارح واليوم؟ الاجواء راه مزيان الحمد لله، بنادم خصو يثبت هذاك الحجر الصحي وصافي ماشي. شنو كيبان لك تمايا محتارمين الحجر الصحي نتوما؟ كاين اللي محتارم كاين اللي محتارم، انا دابا عندي ولادي نقول لك شهر ونص هذه ما خرجوش من الدار. ما شاء الله، يعني من الناس اللي نرفعوا لكم قبعة التقدير والاحترام، ما شاء الله عليكم. اقسم لك يمين يعني والله هذه شهر ونص ما خرجوش من الدار، انا تمشي شي حاجه نخرج نقضيها ونولي. تبارك الله عليك خويا، والله يحد على الباس يا ربي ويرفع علينا هذا الوباء يا رب، ويحميك حتى انت يا ربي، انت اللي راك تتخرج يعني لهذا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويخليك وليداتك خويا، ونتمنى ان شاء الله ترجعوا لبلادكم بخير وعلى خير وتلقاو عائلاتكم بالف خير ان شاء الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم اختي.
الله يبعد عليكم هذا الشيء هذا زعما يا رب الحقيقة زعما راكم دايرين أكثر من جهدكم. يا ربي. امين اخويا، مرحبا، وهذا واجب خويا، هذا واجب، الله يحفظكم لينا. أختي بارك الله فيكم، ولا كانت الله يلاقينا ما سمعنا شي ساعة أحسن من هذه الساعة إن شاء الله يا الرحمن رب الرحيم. يا ربي، امين يا ربي يا ربي، ان شاء الله. ولا كانت شي حاجة احنا على الاتصال، ولا كانت شي حاجة انا ندير شي فيديو ونصيفطو لكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا مرحبا سيدي، احنا ديما على المباشر. مرحبا بخويا، مرحبا بالجالية. شكرا أختي بارك الله الله فيك، يحفظكم لنا خويا، ورمضان كريم ان شاء الله يا بارك رب. الله فيك، شكرا شكرا لك، شكرا بارك شكرا الله سيدي، فيك الله أختي يبارك بارك لك. الله فيك. مرحبا بخوتي، نحاولوا نقراو شوية تعاليق، ما يجيش اتصال. مرحبا من فاس لطيفة، مرحبا بخوتي، مرحبا بلطيفة من مدينة فاس، تحية ليك. نادية الأخت من تيزنيت، تحية ميد رومانسي، تحية ليك وتحية للناس تيزنيت. ألو، السلام عليكم، ناخذ اتصال آخر. ألو، عليكم السلام ورحمة الله. عم عواشركم صح، مبروك عواشركم، مبروك الله يبارك، فطوركم صحتكم فطوركم. الله يبارك فيك، الله يعطيك الصحة لله يخطيكم. كي داير سيدي؟ بخير، مني كتابعنا سيدي؟ لا بس معكم فؤاد من هولندا، ما شاء الله عليك، متشرفين سي فؤاد، ومرحبا بكم، مرحبا بالناس ديال هولندا. بارك الله فيك اختي نادية، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا حتى انتم، بارك الله وأنتم فيكم من والله أهل العلي العظيم الجزاء. العمد. اش غنقول لك زعما، اش غنقول لك، راه بانوا المغاربه في هذا الحصله، راه بانوا المغاربه وبانوا فعلا الاتفاقيات. كنشكروا السلطه المحليه، وكنشكروا شوف تي في، كي بحال الا حنا عايشين في المغرب، كي بحال الا حنا عايشين معاكم تما الليل، وهذا كنشوفوا في الصباح في العشيه هذا هو دائما الهدف ماشي. ديالنا، والله العظيم هذا هو الهدف ديالنا، كنبغيو ديما اننا نكونوا قرب منكم، دائما نشاركوا معاكم الافراح ديالكم وهمومكم، ونكونوا الصوت ديال المظلوم والمقهور في هذه البلاد. وكذلك بتشجيعاتكم حتى شكرا انتم، والله الا بتشجيعاتكم وبالتعاون ديالكم معنا، احنا ديما في الخدمه ان شاء الله. شكرا، جزاك الله خيرا، شكرا الله، وأنتم من جزاك أهل الله خيرا، الجزاء، شكرا وأنتم الله، من أهل الجزاء يا ينصر رب. الله، ينصر مالكنا، الله يخليه، الله يعطيه الصحة إن شاء الله. آمين آمين يا رب، آمين. وعواشركم مبروكة، ونخلي شي فرصة عاود شي مستمع الله آخر. يحفظك السلام خويا، عليكم. شكرا ليك، شكرا، الله يحفظك، رمضان كريم، الله يخطيكم السلام علينا، الله عليكم، يحفظكم، سلام شكرا إن شاء شكرا الله. شكرا. ما شاء الله، يعني ملي كنسمعوا بحال هكا والله هذا تشجيع، وكذلك هو تشريف وتكليف. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخت نادية، أهلا وسهلا، مرحبا. مني كتابعنا خويا، مرحبا بك، تاع المباشر هاي الهولندية، الهولندية ديال الهولندية، مرحبا هاي بك، الهولندية، مرحبا بك، وتحية ليك من مدينة خريبكة تاع هولندا، الله احنا صيفطنا لك التحية من هنا. أزول أزول سلام أزول أزول سلام موت ما زري أزول، كل مزيغ كل مغربين ياك. كل شلوح ولا سكوت ولا أطلس ولا نريف. الله يبارك فيك، ليلى خطيك، تحية وصلت، تبارك الله عليك، المغرب ديال الحبيب كله من طنجة حتى للقويرة، ما شاء الله عليك خويا، وتحية ليك من بلدك الحبيب المغرب، إن شاء الله اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يجي يردكم لبلادكم بخير وعلى خير يا ربي، وتلقوا عائلتكم في أحسن الأحوال يا رب. والله تتقومي واحد، تتقومي واحد العمل تتقومي. مرحبا مرحبا خويا، احنا في الخدمة وحنا تحت الطلب ديالكم. وانا متبعين البرامج ديالك، الصوت شوية كيتقطع، يعني لو كان حالك غريب، يعني انت ما شاء الله غريب ديالنا ما يقاتل، وكي داير مع يدك صحيتي شي شوية. الحمد لله، يسول فيك الخير، راك تبارك الله متبع معنا، الحمد لله خويا، الحمد لله بدعواتكم، نكونوا بخير ديما ان شاء الله. وما تبخليش علينا دائما، يعني الصحة ديالك كي دايرة، ما تبخليش علينا دائما، ديري واحد تعطينا واحد النبذة على
الصحة ديالك. الحمد لله، هاد الساعة يا ربي ليك الحمد، الحمد لله والله العظيم، الا بدعواتكم وبداك التضامن ديالكم وداك التكامل اللي ديما مسولين فيا وداك التعاطف، نسيت كل شيء الحمد لله. لله خطيكم عليا. شكرا ليكم والله، الا الصوت واحد الصوت شويه كيتقطع. شكرا ليكم سيدي، الله يخطيكم، الله يبارك فيك. الصوت شويه كيتقطع تقطع، كان شويه الصوت ماشي هو هذاك. مرحبا اخوتي، مرحبا بتعاليقكم. رمضان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ناخذ اتصال اخر. مرحبا بخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كي داير خويا؟ بخير لاباس، الله يبارك فيك، كل شيء بخير الحمد لله. يا ربي لك الحمد. منين كتابعنا خويا؟ من الدنمارك. ما شاء الله ما شاء الله، الجالية تبارك الله اليوم كاينة حاضرة معنا بقوة، قلتي الثانية اليوم دخلت عندي المغرب. النمرة ديال الصبليون عندي، ولكن أنا عايش. ما شاء الله عليك خويا، ما شاء الله عليك، ومرحبا بك، ورمضان كريم. الله يبارك فيك اختي نادية، الحمد لله كل شيء بخير. كي دايره مع الصحه؟ الله يحفظك ليا خويا. كي داير نتايا؟ كي داير الاجواء تمايا؟ كيفاش دوزتي البارح؟ كيفاش دوزتي اليوم؟ شويه شويه مزيان، غدا الامور مزيان. اك ما قنطتي؟ والله العظيم قنطتي اخويا، قنطتي. وحشنا البلاد. توحشتي البلاد؟ عاشنا البلاد. اين بلاد؟ وفين كندوزو رمضان؟ في بنين. من شنو هي بلادك هنايا في المغرب؟ منين؟ كازا. كازا. ايوا اخويا اش غنقول لك، نطلب ربي سبحانه وتعالى، كنطلب الله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء ان شاء الله يا ربي، وترجعوا لبلادكم وتلقاو عائلاتكم بالف خير ان شاء الله يا ربي، وانتم تجيو بخير وعلى خير. شكرا اختي نادية، شكرا والله، الا قلوبنا معاكم، وحتى حنا عارفين بان قلوبكم معنا. راكي غادا مزيان الحمد لله. الله يحفظك اخويا، شكرا. بتشجيعاتكم اكيد ان شاء الله نزيدوا القدام، بتشجيعاتكم وبدعواتكم حنا ان شاء الله غادي نزيدوا القدام ديما. سيري الله يسهل عليك يا ربي. امين علينا وعليكم يا ربي، وهاد العواشر يا ربي. المهم انا راه عيطت لك، كانت واحد السيده معاك في الحاله، وعيطت لك في هاد النمره هادي وما جاوبتينيش عليها. ما هاد النمره، هاد النمره خويا، هاد النمره خويا مخصها غير المباشر ديال دابا، داكشي علاش ما كنكونش زعما ما كنكونش باش نجاوب فيها ولا بغيتيني شي حاجه يعني شخصيه، بغيتيني شي حاجه شخصيه، بغيتي تناقش معايا شي حاجه. صافي، من اللي نسالي المباشر اتصل بيا من بعد المباشر مباشره في هذه النمره هذه النيت باش نقدر نتواصل معك، ماشي مشكل. اما من بعد كنخصها غير لهاد المباشر ديال دابا. مرحبا. أوكي. مرحبا مرحبا بخويا. صافي رمضان كريم خويا، الله يحفظك ليا. شكرا شكرا لك، شكرا. الو انقطع الخط. مرحبا خوتي، هاي هاي، توحشت البلاد مسكين ياسين. نعم خويا، عرفتي خوتنا اللي الجاليه مساكن، والله عرفتي راه توحشوا البلاد وقلوبهم ديما مع خوتهم في المغرب والله. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو لاباس بخير؟ الحمد لله سيدي، كي داير؟ بخير كيداير الاحوال؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مني كتابعنا سيدي؟ مني كتابعنا؟ من اسبانيا. من اسبانيا. ما شاء الله عليك، تحيه لك خويا، تحيه لك حتى لاسبانيا ان شاء الله، تلقاك تحيه بالف الف خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. كي دايره الاجواء؟ كيفاش دوزتي اول يوم من رمضان وثاني يوم من رمضان؟ الحمد لله الحمد لله. معك الوليدات؟ معك العائلة تما؟ معك الوليدات والعائلة؟ معايا غير والدة الله يخليها.
الوليدة الله يخليها لك، هذاك هو الربح، انت معك الوليدة راه معك الربح معك الكنز والله الله يخليك والله ليها، الله يخليك الحمد ليها ويخليها لله لك. آمين يا ربي. إيه هو اللي بغيت نقول لك أخت نادية، ياك سميت مرحبا أخت خويا. نادية، مرحبا مرحبا. هو اللي بغيت نقول لك الأخت، هو داكشي اللي هذاك اللي مشى اللي دارت هذاك المشكل مع هذاك الدري ذاك ذوي الاحتياجات الخاصة، نعم اها هو اللي مليح بغيت الناس تضاف معاه، ويعني هذيك الإنسانة تاخد الجزاء ديالها، يعني نعم الناس تضامن مع هذاك الإنسان، حيت فعلا شفنا كان هذاك هذاك الفيديو، الإنسان يعني كان ظاهر على نعم شفناه وضرنا كان خاطرنا ضاقع عليه بزاف، الحقرة في الوجه ديالنا، نعم شفناه وداكشي ضرنا في ماشي خاطرنا حنا بزاف كان بزاف. هناك أنباء تيقولوا بأن، مازال ما متأكدش أنا منها، ولكن تيقولوا بأن تم اعتقالها، حيت أنا اليوم ضليت النهار كامل خارجة في الخدمة. ربما داز في قناة شوف تي في بأن تم اعتقال السيدة، يعني من أجل التحقيق في هذا من ذاك الفيديو، يعني راه تم الاعتقال ديالها، نتمنوا أنها تاخذ الجزاء ديالها. شفنا هذاك وراك الفيديو، عليك شفنا ذاك الاعتداء على ذاك الوليد مسكين من ذوي الاحتياجات الخاصة، هي الزوجة ديال الأب ديالو، وحتى الأب باين مسكين حتى هو مغلوب على أمره. وراك واه واه كيبان لي، واه يعني كان كيبان لي يعني هو مسكين، يعني لا حول ولا قوة نعم إلا بالله العلي العظيم. نعم نعم طلبوا ربي سبحانه وتعالى الله كيف يهديها. هذاك هذاك المنظر ما تاشي واحد ما يعجبه ما الحال، يقبلوا هذاك اكيد المنظر تا واحد، مرضنا هذاك المنظر ملي شفناه، ما كاينش اللي ما يشوفش هذاك الفيديو وما خصوصا يمرضش. خصوصا في هذه الأجواء اللي دابا كاينة، فعلا واخويا بلا يعني هاد الاجواء ما نبغيوش يعني نشوفو كاعش. ماشي وقيت ديال داك الشيء، ماشي نقصو يكون الضغط من فهاد الحزة وفهاد الشيء اللي وقع. فعلا اخويا بحال هاد الشيء هذا ما خصناش كاع نشوفه، ولا في هذا الوقت ولا بلا هذا الوقت، يعني خاص يكون تكون المحنه مسكين، شوف ظروفه هذاك شنو اللي خلاته، واش الام ديالو مازال ما عرفناش التفاصيل، واش الام يعني الام ديالو كيفاش حتى تخلات عليه، ولا كيفاش حتى بعيده عليه، والزوجه ديال الاب تجي لا تقفص لا عليه. لا انا شفت، انا شفت واحد الفيديو ديال خالته، ماشي امه تخلات عليه ولا شي حاجه، هو ما عرفت واش هادشي صح ولا، هو عنده خو، عنده خو واحد اخر صغير عليه، امه ما تلقاش من باه، دات صغير واحد دات وخلت ولد صغير وقالت له قالت له ودي هذا راه مدوي الاحتياجات الخاصة، أنا غادي نخلي لك هذا وغادي ندي هذا لا الصغير، إله إلا هذا الله. الصغير نتايا ما نتايا ما تضرب له، ما تضرب له حصة، وداك الشيء اللي تقد نتايا يعني هذا الكبير يعني تكلف به داك الشيء اللي يعني أنا غادي نهز عليك هذا الصغير نتايا، ما هذا ما الشيء اللي ما لقاش يعني ما لقاش مرات شي مرات الاب اللي حنينه، لا اله الا الله، شي درنا في خاطرنا، يعني هذاك خصها تحن فيه، وهذاك راه الا وكان الا حنات فيه راه الجنه قدامها، واحد مسكين يعني من ذوي وراه الاحتياجات الخاصه لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يهديها يعني الله يهديها يبقى فيك الحال، بصح. يبقى فيك الحال، الله يستر. اي وقت كيف غادي نقول لك يرحم الوالدين الله الشيطان يبارك فيك خويا، ويسلمك، ولدينا ولدك الله الله يفتح يحفظك ليا عليك خويا، ويعاونك على يا الخدمة رب ديالك. يا ربي امين، حنا وياكم خويا الله الله، يحفظك. وشوية شوية أنا سلم بيه معاك، الله يا ربي يسهل عليك، والله والله روحي تراكي الخدمة ديالك راه كت يعني راه فيها شوية ديال الخضور هذه، الله يعاونك والله يخليك الوليدات يا ربي امين سيدي، الهلا خطك الله والعيش يخلي لك، يا ما رب. عز عليك انت يا خويا، شكرا لكم. انا مجهز، انا مجهز شرقي،
راه ماشي من الجهه ديالكم ديال من خليفه، جهة الشرق انا موجوده من جهه ديال وجدة. ما شاء الله ما شاء الله على الناس ديال وجدة، تبارك الله، ديما متابعينا. شوف الله يهنيك والله يعني كيتواصلوا معانا ناس يعني من جميع المدن المغربية داخل الوطن وخارج الوطن، كذلك الجالية. ما شاء الله عليكم، والله ما شاء الله عليكم. وكما قلنا في هذه الفترة الله هذه، يبارك. في هذا زمن كورونا، ما شاء الله يعني بان المعدن ديال المغاربة، وداك التضامن وداك التكافل، ما شاء الله الله عليكم، يبارك الله يحفظكم. الله يبارك فيك. شي من بعد المرات كنشوفوا شي حوايج، شي من المرات كنشوفوا شي حوايج نعم يعني كيمرضونا فعلا. واخا حنا ما كنكونوش في ذاك الظروف، ولكن يعني ممكن كنحسوا بهم فعلا. كنبغيو شي حوايج يبانوا، بحال كيما ما عرفوش اليوم ولا البارح واحد الاكسيد وقعت بقاو كيتخطفوا هاد الحلوى، كيتخطفوا على شي صوالح يعني تافهة الناس. واش انت انسان تكون فيك انسانية وتمشي وتشوف وتعاون، والله تعطي غير تساعد، تخلي الناس، خلي واحد جوج ديال الناس ولا ثلاثة اللي يتكلفوا بالامر، وانت تعطي الناس، خلي غير الناس تخدم في خاطرها. نعم خويا، يعني هاد الدركي هذا اوقات عصيبة، اوقات عصيبة يعني بنادم يعني كتشوف شي صوالح يعني كيضرونا في خاطر، فهمتي كيف؟ نعم خويا، نعم يعني ضروري كتكون هذيك الغيرة. كما يقول وكما نقولوا لا يرضينا يعني شي حوايج ما كنقدروش يعني كنرضاوش يعني نشوفوهم. انا راه كنعرفوا الناس يعني مدول، يعني انا نقدر نقول لك عندي صحابي من 10 دول ولا يعني يقدر يشوف هذاك الفيديو يبقى فيا الحال، يجي يقول لي شوف اش وقع في المغرب، فهمتي كيف؟ نعم يعني نعم. داكشي ما كيشربش فعلا فعلا خويا. شكرا لك خويا، وشكرا للاتصال ديالك، الله يحفظك. ايوا ما كثرش عليك الاخت، رمضان كريم، بارك الله فيك خويا، وخليو الناس هذا داكشي نعطيو فرصه للناس. مرحبا سلامة. مرحبا، الله يحفظك خويا، شكرا لك، شكرا للمشاركه ديالك معنا، الله يحفظك خويا، شكرا. الله يبارك فيك، ولدي والديك خويا، ولدي والديك، شكرا. عبدو بورم، السلام اختي ناديه، مازال ما جاوبتينيش على الاخت منى، مسكينه، الله يجزيك بخير. عبد الرحيم مليون فرنسا، نحييك اخواني اخواتي. عبدو خويا، شنو السؤال ديالك سي عبدو؟ شنو نجاوبك على نعم، شنو نقول لك على منى؟ عرفت بانك يقولوا لي على منى، ولكن شنو غنجاوب على منى؟ شنو السؤال منى خويا؟ بالنسبه لمنى راك تقلب على الكره، راك خليت انا البارح اللي شفتها وصات باش تسول على واحد غير حداها نيت فين ساكنه دابا، غير تما كنتسناو الجواب ديال هذاك مول الدار، لان ما ساكنش تما. ان شاء الله كنتمنوا ان يجاوبها وتلقى الكره قريب ليها نيت ان شاء الله. المهم منى، الحمد لله يعني حاولتوا بالتضامن ديالكم والتفاعل ديالكم مع الحاله ديالها، خرجتوها من واحد المحنه، الله يكثر خيركم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وي اختي ناديه، مبروك عواشرك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك خويا اللي خطيك. ميرسي، شكرا، وكنشكرك اختي على المجهود الجبار اللي كتقومي بها في هذه الجائحه. الله، هذا واجب خويا، والله الا هذا واجب. مرحبا. ميرسي اختي، شكرا. معك ياسر الحسين من اي تعتاد، تاون زي يمكن غير السؤال ديالي. سي الحسين من اي تعتاد؟ مرحبا بك. السؤال ديالي اللي بغيت نوجه لكم، وكنشكر بعدا باش ما ننساش، كنشكر جميع الطاقم ديال شوف تيفي. مرحبا خويا، الله يكبر بك. وغير السؤال ديالي اللي يخليك اختي ناديه، كنتمناو شي مره ديروا شي دور عندنا في المنطقه. اي تعتاد؟ لان اي تعتاد في تاونزا بالضبط. كاين تعتاد سونت وكاين تاونزا. حيت كاينين الناس الحاسقه هنا محتاجين، و بغيناكم توصلوا الصوت ديالهم. المحسنين كاين الناس محتاجين بزاف، ماشي غير شويه. هذا هو. مرحبا مرحبا، وانا شخصيا تنوعدك انني غادي نجي لتمايا باذن الله، تفوت ان شاء الله، نطلبوا الله سبحانه وتعالى ارفع ربي علينا هاد الوباء، وانا شخصيا ان شاء الله غادي إن شاء نجي الله. لي تعتب، غنجي عندي مازيغن. ان شاء الله. تعتب فيها الشلوح، فيها الشلوح. نعم، اي تعتب شلوح هما. من طبيعه الحال.
لا نجي عند خوتي كل شيء بحال بحال، حنا ماشي ضروري نكونوا غير وحتى الجبال نمشيو لاي بلاصه. مرحبا ديان، غادي نجي لي تعتبي ان شاء الله. شكرا اختي، نتمنى والله يرفع علينا يا رب الله يا رب يا رب كل شيء بسلام. الحمد لله خويا، الله يكبر بك ونخليو سلطاننا قريب. شكرا لك خويا، الله يسر يحفظكم. الله يحفظكم. مرحبا اختي، اختي نادية احسن صحفية، رمضان كريم، تحياتي من السويد. كاتي سويدية، شكرا لك اختي والله يكبر بك كاتي. بالنسبة للاخ اتصل بنا وتيطلب اننا نمشيو ليت عتاب، اكيد ان شاء الله غنمشيو ليت عتاب، ازيلال، كاع بزاف ديال المناطق. فعلا انا شخصيا مازال ما وصلتهمش، ان شاء الله غنكونوا دائما قراب من خوتنا في اي بلاصة. الو السلام عليكم. السلام عليكم اختي نادية. اهلا وسهلا خويا، بخير بارك الله فيك. مرحبا بخويا، منين كتابعنا خويا؟ انت فوق من ايطاليا. ما شاء الله ما شاء الله عليك، مرحبا المقيمه بايطاليا. كي دايرين اخويا وكي دايرين مع هاد الظرفيه هادي وبعاد على حبابكم وعلى بلادكم؟ والله الان حنا في الدار ما كنخرجوش الان، تقريبا كيقولوا في شهر 5 غادي يكون باش يخرجوا الناس، ولكن باقي ما كاين حتى حاجه. الله يفاجئها علينا يا رب ان شاء الله. نتمنى وان شاء الله ديما نبقاو متفائلين ان شاء الله، وربي سبحانه وتعالى ينزل علينا رحمته يا ربي. والحمد لله على كل حال. توحشتي بلادك؟ وضروري توحشتيها يعني، وكان كانت ما كانش دابا هاد الظرفيه هادي كنتي غادي تكون في هاد رمضان هنا؟ ضروري بغيت توحشنا البلاد، ولكن كلشي مسدود لحد الان. شكون اللي معاك تماياك؟ شكون اللي معاك؟ معاك وليداتك مالين الدار؟ شكون اللي معاك؟ معايا الوليدات ومعايا الدار والله مالك الحمد، كلشي معنا ان شاء الله. الحمد لله. كنقدم انا من مدينه خريجه، كنقدم التحيه للوالده والاخوان وكلشي. نتمنى التحيه توصل. الوالده هنايا ولا راها معاك؟ لا لا ما ما مرجعت خريفقة. كاينة هنا في خريفقة. يقول لي اسم ديالك باش ان شاء الله كنتمناو انها تكون في الاستماع ولا يكونوا الخوت في الاستماع. خالد عبد المجيد من مدينة نوفارا بإيطاليا، الوالدة سميتها فاطمة، نتمناو تكون كانت شوية عيانة، نتمناو الله يشافيها ان شاء الله. يا ربي الله يشافيها لك اخويا ويخليها لك يا ربي. ان شاء الله تجي وتلقاها بألف خير ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. فين كتسكن الوالده؟ في خريبكه. في المدرسه ديال المقاومه. مدرسه المقاومه. تحيه ليها مسكينه، وكنتمنوا لها الشفاء يا ربي ان شاء الله، والله يجمعكم في ساعه الخير يا ربي. بارك الله فيك. الله يجيبك ليها بخير وعلى خير اخويا، وتلقاها ان شاء الله حتى هي بالف خير ان شاء الله، وتكون تخطات هاد الوعكه الصحيه ان شاء الله. الله يحفظك اخويا ويتبعك رضاتها. اللهم امين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك خويا، شكرا لك خويا ورمضان كريم. خلينا وليكم اخويا. الله يبارك فيك. شكرا شكرا لك خويا، تبارك الله عليك. واشر مبارك اختي، الله يحفظك يا رب على هاد المجهودات. شكرا، وهذا واجب اختي حنان، هذا واجب. محمد تازي، اخت ناديه، مرحبا محمد. اختي ناديه رمضان كريم، راك عزيزه وتنتوما اعزاز، والله يحفظكم ليا عائلتي الثانيه، وسيله الوفي اللي خطيكم تنتوما اعزاز عليا. والدليل على ذلك انني تندير هذا المباشر باش نتواصل مع خوتي ومع احبابي. فمرحبا بكل متتبعي قناه شوف تي في، مرحبا بكاع خوتنا اللي تيحبونا، ومرحبا بكاع خوتنا اللي تيشجعونا. كذلك حتى الى عندكم انتقاد غير يكون انتقاد بناء، فمرحبا بانتقاداتكم خوتي، مرحبا بإهداءاتكم. نطلب ربي سبحانه وتعالى يرفع علينا هاد البلاء وهاد الوباء يا رب يا رب. تحياتي أشرف زلالي، تحية متبادلة خويا، الله يشافيها. دوجا هي تقول لهاد السيد اللي اتصل بينا وتدعي باش وتطلبكم باش أنكم تدعيوا ليه مع الأم ديالو، كتقول له نطلبوا الله سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها يا رب، ويشفي كاع مرضى المسلمين يا رب. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف دايره الاخت ناديه؟ الحمد لله خويا، الله يحفظك ليا.
منين كتابعنا خويا؟ الله يبارك فيك، علينا وعليكم. من مدينة خريبكة اختي. مدينة خريبكة، مرحبا بكم، مرحبا بالناس ديال خريبكة، انا ديما معاكم وديما وسط منكم. كنشكرك بزاف اختي، كنشكرك بزاف والله العظيم، وعواشرك مبروكة. الله يبارك فيك اخويا، الله يخطيك، علينا وعليكم. شكرا بزاف اختي، وعواش مبروكة. الله يبارك فيك، كي دايره الاجواء، كي كدوز، كي دوزتي اليوم مثلا، اليوم كي دوزتي؟ الحمد لله، الحمد لله بخير الساعة. دوزتي في الدار، خرجتي تقديتي شوية، خرج ولا بدا اختي؟ لا بدا، لا بدا، فين تقديتي اليوم؟ فين مهم. ينحي؟ نعم ينحي، فاش تقديتي؟ تقديت اختي، عملنا البريك. البريك؟ ايوا، ما تلقيناش النهار كامل، دوزت وانا في البريك. والله العظيم قسما بالله اختي نبيله، انا مش تعبان. بصح مرحبا خويا، نشوف خويا، علاش لا، انا راني في خريبكه والله الا اليوم دوزتو في البريك، 4 لي لايف كاملين درتهم في البريك، ودرت جوله في شارع محمد صدقي، وسولنا على الاثمنه ديال الخضره والفواكه، عرفتي اثمنه مناسبه وزوينه في شارع محمد صدقي، ما كاين غير جوج بخمسة دراهم، جوج كيلو بمية، يعني 2 دراهم ونص الكيلو، كاين مطيشه 3 دراهم، كانت اثمنه جد مناسبه في شارع محمد صدقي. الو، معك، مازال معانا خويا؟ سمعتيني؟ معك اختي، وي معك اختي نادية. سمعتيني؟ قلت لك كيفاش ما تلاقيناش اليوم، انا دوزت النهار في البريك. هو الزنقة دوزتها في الزنقة الحمد لله 14، كبر. دوزتها في الزنقة، زنقة 14 شارع محمد صدقي، شنو اخر؟ ايه ايه الزنقة، الزنقة اللي نسيت دابا شحال هذاك الرقم، اللي قدام الجوطية مع الاخ اللي خرج من السجن. ايه ايه كاينه بالفعل، نعم مع الاخت مع الاخت منى، كاع كنعرفوها. نعم، كانت شكرا لكم بعد التعاونوا مع بعضياتكم، تبارك الله، وحي البريك، عجبوني الناس ديالو كيتعاونوا مع بعضياتهم. نعم، الصوت ما عرفتش، كاين شي مشكل في الصوت. قلت لك كاع ناس خريبكة زوينين الحمد لله. تبارك الله، ما شاء الله على السكينة ديال مدينة خريبكة، وعلى كاع المغاربة ما شاء الله، في هذا الوقت هذه، في هذه الظرفية هذه، والله لا بان المعدين ديالهم، الناس ديال الجود والكرم والتعاون والتضامن والتكافل مع بعضياتنا، ما شاء الله العظيم، ما شاء الله. كاينه اختي نادية، كنشكروك بزاف على التعامل ديالك. الله يبارك فيك خويا، والله يكبر بك، هذا واجب خويا. كنشكروا ناس شوف تي في، الله كنشكرهم بزاف على التعامل ديالهم وعلى الصراحة. مرحبا بك عندنا في خريبكة اختي نادية، الله والله يكبر، إلا عجبتيني أنا بعدا بزاف صراحة، كنشكرك. الله يبارك فيك خويا، بارك الله فيك، والشكر ليكم تنتوما، والله يحفظكم لينا، شكرا لك. امين اختي، شكرا شكرا بزاف، خويا، وبشرك مبروك، وبشر كل المغاربه اختي. الله يبارك فيك خويا، وانا بالنيابه على اخوتك المغاربه تنقول لك رمضان كريم، وكل عام وانت بالف الف خير، انت ومعز عليك ان شاء الله. بارك الله فيك اختي نادية، وكنشكرك، كنشكرك بزاف، وكنتمنى شي نهار غير نتلاقى معاك والله العظيم. على راسي وعيني، انا غادي ناخذ الرقم الهاتف ديالك، وغادي نخرج غدا ان شاء الله، نتصل بك فين ما كنتي، غادي نشوفك. بارك الله فيك، وشكرا اختي نادية، شكرا الله. وبشرك ياك انت، مبروك. ياك انت غير في البريك؟ انا لما ماشي في البريك اختي، انا كنسكن في البيئات، في غير الانبياء انا كنمشي للبريك بزاف. كتمشي؟ البريك كنت ساكن فيه المره الاولى. صافي ان شاء الله، باذن الله نحاول غدا باذن الله نتصل بك ونشوفك. مرحبا اختي شرف نادية، ليا شكرا، خويا، وبشركم مبروكه. الله يكبر بك خويا، الله يبارك فيك، لا لا خطيك، يا الله شكرا، الله مبارك يحفظك، اختي خذي لي هذا شكرا الرقم، بزاف، خذي هذا الرقم، يا الله شكرا. الله يبارك فيك، سجلي لي هذا الرقم الاخ ديالنا، مرحبا، شرف لينا كاع الناس اللي كتحبنا، علاش ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، مادام انا في خريبكه، وخويا مسكين تيقول لك انا ما كرهتش غير نشوفك، سهله، علاش لا، الله يحفظكم، هذا الا كان كيدل على الحب ديالكم لينا، وحتى حنا كنحبوكم، بلا بكم حنايا والو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله خويا، الله يبارك فيك. الحمد لله، الله يحفظك اختي. منين كتابعنا خويا؟ كنتابعك مدينة طنجة. مدينة طنجة، من عروسة الشمال، ما شاء الله عليك، من تحية عروسة ليك. الشمال، الله يحفظك اختي. تحية ليك وتحية لناس الله طنجة. يحفظك اختي، الله الله يبارك يحفظك. فيك، الله يبارك فيك خويا. اختي نادية، بغيت واحد يعني واحد المداخلة، الله يحفظك، على حسب انا مدير تزاجي تضيف هنايا. اها. عشت ضيف هنايا سمحت لي نمشي من عند الفتاوات اللي كيعطيوها القضية المغادرة، ما ساعدوناش.
يوم الصباح واحد الاخ ديالي كنا بغينا نستعدوا عملنا واحد الحادثه وبغينا نمشيو. الله اكبر. ما تستعدوناش مره باش نمشيو عندهم كيقولوا الدوره ما كاينش الباشا ما كاينش الباشا وعندي الفلاح حساسه كضعني وجيت انا ودرت هنا قبل ديالي وكنت عارف القدر ديال الله سبحانه وتعالى. إلا لا اول حاجه بعدا الحادثه ما يكون باس ان شاء الله عند الاخ ديالك ما كاين باس بعدا ما كاين شنو قلتي ساعات ولا راه بحاله غنيين شي نشوف لي الله لا اله الا الله يحد الباس ان شاء الله ونتمنوا ان شاء الله يكون بخير وعلى خير وكنتمنوا ان شاء الله يعني في هذه الظروف هذه وفي هذه الظرفيه هذه مادام مشيتي وباغي تاخذ ديك الورقه باش انك تغادر من مدينه طنجه تمشي ترجع لبلادك خصوصا انك الاخ دابا داير حادثه كذلك عندك الاشغال عندك الفلاحه ديالك خصك تمشي باش تقابلها. كنتمنوا ان السلطه المحليه انها توقف على بحال هاد المشاكل هادو وما تزيروا تزيد تأزم أكثر وأكثر يساعدوا بيعطوكم هاد الوثيقة يعني كنتمنوا هذه المحلية بكل المدن المغربية مع الناس يعني ماشي كل شيء من طبيعة الحال غادي نعطيه ورقات للمغادرة من البلاد ولكن كاين الناس اللي واقفين عليها وضروري خصهم ياخدوها ما نعكسوش معهم ونحاولوا أننا نكونوا في الخدمة ديالهم. كنتمنوا أخي أنك تعود ترجع يعني وتحاول انك حتى الا ما لقيتيش السيد الباشا تحاول انك تشوف القيد ديال اللي تابع ليه انت في هذيك المقاطعه. القيد مشينا عند القيد الاخت ناديه مشينا عند القيد مشينا عنده قالت انا كنت عندي السلطه قبل نعم ولكن يحاول يربط نعم انا عرفت بان دابا ما بقاتش في الاول كان كيعطيها غير المقدم ولا الشيخ من بعد ولا تناخذوها عند سعاده القائد من بعد ولا دابا اللي بغى ديك الورقه المغادره خص باشا المدينه نعم ولكن ملي انت كتمشي كل مره وما كتلقاهش يعني حيت اكيد راهم تيخرجوا دابا في دوريات وكيخرجوا يراقبوا في المدينه وهذا على الاقل الا لقيتي القيد ولا لقيتي شي عون سلطه ولا يحاول يربط الاتصال به باش يجي يحاول يعطيك هذه الوثيقه لان انت بحاله كنعتبروها حاله مستعجله. والله الاخت في عيوني هذه المدات هذه 15 يوم رسميا كل صباح حتى كيمشي حتى كيمشي خلصها في الباشا راه ما يجيش. صافي كنقول لك حنا اليوم غدا اليوم غدا اليوم واحد مول ترونسبور هضرنا مع خونا لي الدين قلت انا عندي وثيقه ديال ما كنتقلب كنطلب منا 5000 درهم يدينا لما عند كاس. لا اله الا الله. نتمنوا اخي الرساله توصل يعني للسلطه المحليه في كل المدن المغربيه وهنايا حال خاصه هنا عندنا الحاله ديال الاخ في مدينه طنجه رسالتنا للسيد باشا المدينه باش انه يحاول يعطي واحد الوثيقه المغادره لهذا السيد هذا باش يمشي. نعم سيدي فين خصك تمشي؟ لتازا لتازا بارك الله فيك خويا يمشي لمدينه تازا الظروف يعني الاخ ديالو دار حادثه كذلك عنده الفلاحه ديالو يمشي قابله السلطه المحليه بمدينه طنجه ان هذه الخدمه هذه لهذا السيد هذا باش يلتحق بـ 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 بالمدينه ديالو. الله ييسر لك اخويا. امين شكرا اخت ناديه الله يحفظك الله يبارك فيك خويا شكرا شكرا لك شكرا لكم والله ييسر لك الامور ويسمعك اخبار الخير على الاخ ديالك. خويا شكرا. مشاهدي قناة شوف تي في للاسف قرار الداخلية منعنا من الخروج من بعد 7 ديال العشية وقصانا كصحافة الكترونية في الوقت اللي عطى الامتياز فقط للقنوات العمومية. الشيء اللي ما خلاناش نكونوا قرب منكم خوتي خواتاتي من بعد الفطور وبالتالي ما يمكنش لنا ننقل لكم الواقع بالصوت والصورة وشنو كيوقع في الشارع بالليل. على كل احنا ما كنوقفوش وخدينا هاد المبادرة باش نبقاو في اتصال دائم معكم ولو من داخل الاستوديو. اذا مرحبا بكم خوتي عائلتي الثانية مرحبا باتصالاتكم تشاركوا معنا همومكم وأفراحكم يعني وكان ما تمنعناش
أطلق أختك نادية دابا راه كتدير شي حالة اجتماعية، نحاولوا ننقلوا المعاناة ديالها. أطلقوا قناة شوف تيفي، يعني كل المراسلين تلقاهم دابا خارجين، ما كاينينش في البيوت ديالهم، كل شي مجند في هذه الظرفية هذه. تلقى المراسلين كاملين ديال قناة شوف تيفي تينقلوا صوت، يعني الواقع بالصوت والصورة، صوت المظلوم، صوت المقهور في هذه البلاد. ولكن للأسف قرار الداخلية كان قاسي في حق الصحافة الإلكترونية، أعطى الحق غير للقنوات العمومية. للأسف، للأسف الشديد. اذا مرحبا بكم خوتي خواتاتي، مرحبا باتصالاتكم، تشاركوا معنا همومكم وافراحكم. السلام عليكم اختي ناديه، رمضان مبارك، نحن نفتخر بك لانك مرآة مدينه خريبك، شكرا لقناه شوف تي في. عبد المولى شكرا لك خويا، وشكرا لكم، وهذا واجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيداير خويا؟ الحمد لله خويا، بارك الله فيك. يلا واش تخفي اكيتو اللايف ديالك دابا يهضروا مع الناس. ايه مرحبا سيدي، مرحبا خويا. انا اختي دابا من ازيلال. من ازيلال، تحيه لناس ازيلال. امو عندي شلال نصري. شنو عندي شلال نصري. الله اكبر، ما خاصني والو. الحمد لله، الحمد لله، الله يشوف من حياتي. واحد اختي ديالي اللي القضيه بقى لي بالبيت. شنو الحاله اللي عندك؟ كاين دوار مني من الزيت خريجه. كاين هنايا في خريبكة في بونوار. بونوار شنو المشكل اللي عنده؟ اختي هو الحرفه ديالو شفناه. اها. وكيخدم الحلوش بس هي في رمضان. اها. ديجا طاح وتهرس من قدمه. الله اكبر. دابا داير يطالبوا لي عمليه، قال لي ما عنديش باش ندير شريط حديد. داروا لي القبر. اها. الرامي تيسالفك قالوا لي هاد الرقم راه ماشي جد. الدعم ديال كورونا ما استفدش منه. الدعم ديال مؤسسة محمد خامس التضامن ما استفدش منه. لا اله الا الله. عنده الوليدات ويرضى والده مرته، اش غادي ياكل السيدات باش غيعيش؟ قلتي لي يا سيدي كاين في بونوار؟ في بونوار فيستا طالع. انا غادي نسلف الاختي النمره ديالك. واخا انا دابا سجلت النمره ديالك، غادي نسلي المباشر، غادي نتصل بك باش تعطيني النمره ديالو. الله يكثر خيرك اختي. مرحبا، نمشي لعندو حتى البونوار على راسي وعينيا. الله يكثر خيرك اختي، راه وعافي النفس ما يحملو لا المقدم لا الاخر. صاحبي علاش ما تكتبش انت؟ قال لي انا راه ما باغي توعد. الحمد لله وعندو مرا اخرى مطلقه، عنده جوج وليدات. دابا مرا اخرى شلحه من الامتحانات مع الزواج وخينا، هو شاد الركله. لا اله الا الله، الله يكثر خيرك. مرحبا، هذا واجب، هذا واجب، خذي لي النمره. شوفي بعينك. مرحبا، نسالي المباشر، غادي نتصل بك باش تعطيني النمره ديالو، غادي نتصل به، نعرف فين كاين بونوار، ما بعيداش على خريبكة بزاف، يعني عادي باش نمشي لعندو. ماشي بزاف، نمشي لعندو على راسي وعينيا، نقلوا المعاناه ديالو، لان كاينين خوتنا اللي المحسنين تبارك الله اللي تيقول لك غير ورينا اختي ناديه الواقع بالصوت والصوره وحنا معاك. كاينين خوتنا واكون على قايدي لي دبر لي غير النمره ديالو، قلت انا بغي الحما اللي يدبر لي غير النمره ديال القايد، قالت شكون بغا يعطيها ليا. انا عندي انا عندي شلال نصفين تحت عام الزيتون، انا راه ولد بونوار. انت مسكين عندك شلال نصفين، طلبوا ربي سبحانه وتعالى ينزل لك الشفاء من عنده، ما كتفكرش في راسك، تتفكر في هذا صاحبك مسكين. انا عايشه بفضل المحسنين، عندي التليفون ديال مدير الديوان، كنهضر على حقي تيعطيه ليا. ما شاء الله عليك، مدير الديوان ونعم الرجل تزيلات. ما شاء الله عليك. صور اختي من خليفه طلع مدير الديوان ديري بالعمل اللي كيخدم. نعم نعم، تحيه لكل الشرفاء، يعني في كل الميادين. تحيه للشرفاء. هذاك نبوس ليه راسه ونبوس ليه رجليه، نعم الرجل.
ما شاء الله. شتي بنادم تيجبدوا فعلو، شتي اللي مزيان تيجبدوا فعلو. مرحبا مرحبا سيدي، كاين سالي المباشر غادي نتصل بك ان شاء الله. على راسي وعينيا. مرحبا مرحبا. مشاهدي قناة شوف تي في، شكرا لاتصالاتكم، شكرا للتفاعل ديالكم معنا. خاص نحبسوا المكالمات، نحاول نشوف شويه بعض التعاليق. خاصك تجي المكناس جواد بريكولا، الله يكبر بك اخويا جواد، زهره بمدينه مكناس، يعني مراسله بقناه شوف تي في. ناخذ اخر اتصال، واخا قلنا نساليو ناخذ اخر اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم اختي ناديه كبيره. الحمد لله اختي، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. لاباس عليك؟ الحمد لله. ايطاليا شفت اللايف ديال ما شاء الله عليك، تحيه لك اختي حتى لايطاليا، تحيه لك. بارك الله فيك، كنت باغا نتصل بك وسولت حتى واحد الاخ اللي هو من جمعيه ديال الخوليد، اللي كنشكرهم بزاف. نعم. بزاف، لان حتى هما تبارك الله حاضرين في هذه الطرفيه هذه واقفين. اللهم تبارك الله، قام اي قاموا باللي عليهم، يعني زعما تبارك الله عليهم بزاف. كنشكر الاخ عبد الرحيم قنداوي بزاف بزاف اللي كيقوم بالواجب ديالو صح. نعم نعم، كاين الاخ عبد الرحيم، سي محمد عزيز، كاع الاخوان تبارك الله، كل شيء واقف في هذه الظرفيه هذه. الله يبارك فيك اختي، ولكن بفضل الله وفضلكم انتوما والمساعدات اللي حتى نتوما تتقدموها ليهم باش قدروا يدخلوا الفرحه لشحال من بيت، ما شاء الله عليكم. الحمد لله. هاد الشيء اختي ناديه، علاش انا عيط لك وبغيت نهضر معاك. مرحبا بخير. مرحبا باختي. احنا تجاريه ياك؟ نعم. كيبقاو فينا المغاربه وكيبقاو فينا خوتنا. نعم شفت. نعم، وكنحاولوا نتعاونوا معاهم بزاف كاع. انا كنلاحظها غير في المباشر اللي كندير ديال شي حاله اجتماعيه تتكونوا سباقين. انا راه كيعرفني، المهم راه كيعرفني عبد الرحيم، وراه غادي يعرفني من الاتصال ديالي. نعم. المهم اللي بغيت نطلبك عليه انا ديال اختي. مرحبا. الله يجازيك بخير، وانتم من اهل الجزائر. ما تبقاي تقدمي شي حاله في المباشر حتى تتاكدي منها مزيان بانها راه مخصوصه. اهم بحالش مثلا، يعني انا نوريك الطريقه كيفاش. بحال قولي لي ملاحظه. وحده كتقولي هاد السيده عندها ثلاثه الوليدات ومريضه وعندها وعندها. نعم. الوغ اختي ملي تمشي عندها وتشوفي هاد ثلاثه الوليدات، تاكدي من الحاله البدنيه. لا وي وي نعم نعم، هادي شتي غير هاد الملاحظه اللي قلتي. هاد الملاحظه اللي قلتي ما كايناش شي حاله دازت عندي ما شفتهاش واش ولادها ولا ماشي ولادها. كوني على يقين. وتاكدي اختي. نزيدك الا وحده اللي دوزت عندها 8 ديال الدراري في الحاله المدنيه، كاينين 7 وواحد ما دخلش في الحاله المدنيه لان ظروف حتى ما دخلش يعني، ولكن راه ولدها. اما ما تبقى كوني على يقين، كناخذ كل شيء. يعني انا كنقل داك الشيء. شوف نقول لك اختي كيفاش كنخدم مع الحالات الاجتماعيه. ملي كنمشي لشي حاله كنسمع ليها المشكل ديالها. الله يكبر بك اختي، شكرا. نوريك غير اختي كيفاش كنمشي لديك الحاله الاجتماعيه، كنتصنت ليها المشكل اللي عندها، كنشوف الواقع شنو كنشوف قدامي، كنشوف وثائق حتى هما كنتاكد منهم، كنوض للكوزينه تنشوفها، تنمشي لهنايا البيت كنشوفها، كنشوف كاع داكشي اللي شفت. لكن انا ملي كندير هذاك المباشر راه كنقل لكم داكشي اللي شفت. راه الله سبحانه، الا كانت شي نيه سيئه ولا الا مخبيه عليا شي حاجه ولا الا كتكذب عليا، راه الله اعلم. هذاك الشيء ما كيعلم اشنو كاين في القلوب وفي راس بنادم الا الله سبحانه وتعالى. كاين بصح. نعم، غير انا راه كنقل هذيك اللحظه داك الشيء اللي شفت. ولكن معظم الحالات اللي دوزت، ما نقول كلهم، ما عمري لقيت شي حاله اللي خرجت كذبه. كل شيء تيكون صحيح. ايوا الحمد. كنوقف على هذاك الشيء تنشوفه الصراحه. انا هذا الشيء علاش عيطت لك. نعم نعم، ملاحظه في محل اختي. غير على هذه النقطه صافي. لا برافو عليك. لا يعني كنديرو اختي. اجي نقول لك، عرفتي شكون اللي غادي تسولي اليوم؟ انا نقول لك اليوم كان معايا، كان حاضر السي محمد اللي مع عبد الرحيم.
سي محمد راه راه معاه نيت في الجمعيه. هو كان حاضر معايا في واحد الحاله صورتها اليوم عندها 6 ديال الدراري ياك. ملي مشيت اختي لقيت غير لقيت غير 4، جوج ما كاينينش. قلت لها فينهم؟ انت كتقولي لي عندك 6، فين جوج الاخرين؟ قالت لي راه عيط لي واحد السيد وقال لي صيفطيهم لي نجيب الخضره، اي نعطيهم شويه ديال الخضره. قلت له اعطيني الحاله المدنيه. سولي سي محمد عطاتني الحاله المدنيه لقيتهم. ونزيدك سي محمد براسو اللي قرا لي الحاله المدنيه، حتى قريت الحاله المدنيه ولقينا بان 6 ديال الدراري عاد بديت التصوير. ولكن ما جينا نساليو التصوير حتى جاو فعلا وجايبين الخبز وجايبين الخضره دوك دوك البنيات فعلا. هذا الشيء حتى حنا شوفي اختي نقول لك واحد القضيه، هذا الشيء اختي حنا اللي باغين فهمتي. نعم. يعني بغينا غير الناس تكون الحقيقه. تكون الحقيقه الله يحفظ بها الوالدين. نعم. حيت حتى الناس راك عارفه كاين اللي كيحيي بس هنا، كاين اللي كيشوف واحد كيبكي كيحيدها تحيدها لراسو باش فعلا باش يتعاون وحق الله العائله عارفه باش انا كنعرف الناس وداكشي وكيحيدوها بالروسم باش يتعاونوا مع خوتهم المغاربه فعلا. الله يجعلها لكم صدقه مقبوله يا رب. هاد الشيء اختي علاش كتبغيو تمشي لبلاصتها نيت؟ فهمتك، كتبغيو تمشي ديك الصدقه في بلاصتها. فهمتك وانا معاكم، انا معاكم وبحالك اختي، وكوني على يقين. حاجه وحده اللي قلت لك راه ما كنعلمش شنو كاين في القلوب وشنو كاين في راس بنادم. كان كان نشوف داكشي اللي كنشوف الواقع قدامي وكنحاول نتحقق من بزاف ديال الحوايج بطريقتي انا صافي. اما الا كانت كذبات عليا ولا كذب عليا ربي اللي يخلصو في شي حوايج ثاني. ونيتو ما غاديش تخرجوا نيتو، ما يجيبلوش ربي اللي يعاونو. ما تخرجوش ما تخرجوش بصح ما تخرجوش. راه الحاجه الا خرجت من القلب راه كتوصل للقلب، وحنا بغينا غتوصل غير المكان المناسب فعلا اللي كاين فعلا. وراه اختي راه ما كندوش اي حاله، راه ماشي اي حاله ممكن ندوزها. راه حتى انا كندير البحث ديالي وكنشوف الحاله اللي تستحق وكنمشي وكاينه الحاله. وتسولي الاصدقاء، سولي عبد الرحيم حتى هو مادام من الناس اللي كتواصلي معاهم كاينه الحاله اللي كنمشي. حاجه اخرى اختي بغيت، حاجه اخرى بغيت نطرق ليها. مرحبا. كاينين شي ناس عندنا يعني تما في قريبه وداك الشيء كيقولوا، وهاد الكلمه ما بغيتش نخرجوا حنا في رمضان وهذا وحشو ما تخرجش. نعم ولكن حيت انا قريتها في الكوموند، قريتها في هذا في الكومونتير وفي هذا يعني غادي نخرجها. كاين واحد قال بان المعاونه وداك الشيء كتمشي للعاهرات والبلطجيه. لا اله الا الله. وخلي هاد السيد هذا قول له اللي نطريت هاد الكلمه قلتيها دوك الانسانات اللي نفريت ما لقاوش من يترفقوا. نعم. ما لقاوناش حنا خوتهم، ما لقاوش خوتهم اللي يعاونوهم، شكون غادي يعاونهم؟ نعم. هذوك السيدات فين بغيتوهم يخرجوا؟ عندك الحق. فين بغيتوهم يمشيو؟ نعم. عندك الحق. خاصنا نعاونوا هاد خاصنا نعاونوا هاد البنات هاد العيالات باش ما يخرجوش من الزنقه، باش ما يديروش حوايج خايبين. انا معاك، انا معاك اختي فهاد. فعلا انا معك في هذه القضيه هذه. وراني اليوم الا شفتي واحد المباشر كنت دوزت واحد عاد خرج من السجن، هذه 21 يوم باش خرج من السجن ساكن في البريك. وانا كندير هذاك المباشر قريت واحد التعليق، تعليق ما عجبنيش بمعنى هذا سجين صافي خصنا نحقروه خصنا نهمشوه خصنا. قلت لهم احنا ماشي الله، هذاك مسكين اللي خرج من السجن عرفتي اختي شنو لقى؟ لقى ثلاثة ديال خوتو اللي كانوا كيحنوا فيه لقاهم ماتوا في مدة 8 سنين من اللي كان في السجن. هذاك ملي خرج علاش ما نمدولوش يد المساعده ويولي مولود جديد عندنا ان شاء الله؟ علاش حنا كنزيدو نحطمو في بنادم؟ كذلك دوزنا واحد الحاله كذلك ديال واحد الاخت حتى هي كانت ماضي ديالها خايب، علاش حنا نحاسبوها؟ حنا ماشي الله، حنا ماشي الله باش غادي نحاسبو؟ حنا دير الخير فهداك الانسان راه محتاج. انا عيطت على هذه، عيطت على اخت حيت بزاف عيطوا لي قالوا لي يا راه هذاك الشيء مكذوب. انا هذيك الاخت كنعرفها كنعرف حالتها وسبيل الله ملي كنت كنمشي للمغرب كنعاونها في سبيل الله ولا بشي حيت كانت جارتي. نعم نعم. وبغيت حتى انا غير نتاكد فهمتي. نعم. يعني وانا متاكده من بان ديك السيده راه محتاجه. شوف اختي انا نقول لك ما كاينش شي حاله دوزتها في قناه شوف تي في ما محتاجه، شكوني على يقين.
راه ماشي اي حاله ممكن ندوزها والله، حتى كندير بحث ديالي وبزاف ديال الحوايج عاد تدوز. راه الا جيت ندوز كل شيء راه غادي نبقى نخدم 24 ساعه ل 24 ساعه لايف مورا لايف. راه كنعزل، راه كنعزل، راه لا جوندا عندي عامره وكنوصل حتى للحاله الا ما اقتنعتش بها انا راه ما ندوزهاش، لان راه ما يمكنش تلقى كل شيء صادق. باش نقول لك الله يجازيك بخير. مرحبا اختي، انتم من اهل الجزائر. شكرا. شكرك وانت فخر، فخر للمراه المغربيه. الله يكبر بك اختي. الله يكبر بك اختي. شكرا، شكرا بزاف. الله يكبر بك اختي، بارك الله فيك، والشكر لكم حتى انتم والتعاون ديالكم معنا وتشجيعاتكم. الله يحفظكم. شكرا. الله يحفظك اختي، شكرا لك. رمضان كريم حبيبه، الله يبارك. لا بالعكس اختي، المشاركه ديالك زوينه وملاحظاتك في محلهم، الله يحفظك. بارك الله فيك انا يا اختي، بارك شكرا. الله فيك. شكرا لك، الله يجازيك بخير. بارك الله فيك اختي، وانت من اهل الجزائر، وانت من اهل الجزائر. شكرا لك، بارك الله فيك. مشاهدي قناه شوف تي في، ما سخيتش بكم، كنت بغيت نقرا شويه التعليق ديالكم، ولكن احنا درنا تواصل مع الاخوان ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن اللي كنتمنوا ليهم رمضان كريم، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء. يا رب دمتم في رعايه الله، نتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس الموعد 9:10 تقريبا كنبداو المباشر. دمتم في رعايه الله والى اللقاء، تصبحوا على خير.